مساء الخير متابعينا وتحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد، فقرة يوميات ليلية نجاوب بيه على الأسئلة مالتكم اللي تجينا بالتعليقات. واليوم غسلت السطح شوية، نسوي جو حلو ولو ما يفيد. هو لو مو جو حلو، لو مو تغسل السطح، لو الثلج هسه ما يفيد. المهم شلت هذا القفص اللي هنا، هذا القفص اللي هنا شوية شكله مو حلو، تعبان بهاي النثية اللي رجلها مخلوعة وهاي مستحيل تنتج. فسويت لزمت وديتها هناك المكان الشغل حد ما تجهز، والله كريم عدا منا الوقتها. هنا لعبت لعبة غيرت بمكانات البلابل، بس الماليزي هو والعراقية النثية بقم بالنص، بس هنا حولت لها ملاية زين والنثية مالته، وهناك حولت الفحل العراقي والنثية الكشميرية، يعني بادلت بين بالمكانات، يعني هم يخلصون التلك أسرع وهم الطيور شوي يتغير الجو الروتين مالتها، يعني كأنما دخلناها مكان من جديد، يعني دا نبدي وياهم بلكت عسى ولعل نوصل النتيجة وياهم بسبب البزون اللي خربت علينا. هواي من الشباب يقول ليش ما اشوف لك حل البزون. البزون انا عندي لها قفص مال صيد، يعني خاص مال بزازين، بس قبل فترة انصادت بي زين وهديتها، طبعا قلت انه راح يصير عندها يعني خوف وبعد ما تجي فماكو فايده، يعني رجعت تجي للسطح وقامت مثل صاد بالقفص لان عرفت القفص زين. فللاسف يعني ماكو حل انه بس الاذيه لها، واحنا ما نريد ناذيها، فيعني عفنا الموضوع لحد ما هي تبطل من وحدها، لو شوف شلون نلقى لها طريقه. المهم وهذني عندنا الزوج اللي هناك بعد الطيور فتره استراحه اخذت النسيه بعد ما نعرف انه راح تلحق تنتج بعد بطن لو ما تنتج. نبلش بالتعليقات. يقول حيدر عمار اشرح لنا طريقه تربيه الافراخ من عمر اسبوع لما تسمعهن اصوات ليتعلمن اطوارات واكل طبيعي فواكه وانه اكلهن جراد وحشرات كل يوم تفيد لايكات. هذا الشيء تقدر تدخل على الصفحه الرئيسيه للقناه تختار فقره قوائم التشغيل، اكو فقره اسمها تربيه الافراخ من الالف الى الياء، ادخل عليها اي شيء تحتاجه راح تلقاه بهاي القائمه مال التشغيل. من طقطق للسلام عليكم على قولة المصريين. تعليق الآخر من أركان يقول بلبل مخلف أليف كلش، من أطلع خارج القفص يلعب وما عنده شيء، بس من أخلي بالقفص يظل بس يريد يطلع. شيء طبيعي كل المخاليف هيجي، المخ خصوصا الطيور اللي تتعلم إنه تطلع هواي برا القفص. من يدخل للقفص راح يشوف القفص مكان غريب عليه أو مكان جديد عليه، فيصير بيخوفه من عنده يحاول يطلع من عنده ويرجع برا، يعني موضوع جدا طبيعي ما يأثر عليه. المخلف تعليق الاخر من حسن يقول المخلف من يغرد اظل اسمعه لو لا؟ تظل تسمعه لحد ما يتمم الريش مالته كامل. صحيح اكو مخاليف بعمر شهر ونص يبدا يغردن، اكو عمر شهرين، اكو عمر اربع اشهر، وهاي الفتره كلها المخلف ما صابغ ريشه. من تشوفه يغرد انت لا تنغربيه وتقول هذا وبعد هذا السمع، لا، هاي مرحله خطره كلش تصير، احتمال يبوق غلط، احتمال ينسى اللي سمعت له اياه، فتظل تسمعه لحد ان يكمل الصبغ مالته بالكامل، يعني الريش مالته يطلع الذيل الاسود كامل، يلا تبطل التسميع مالته. يقول مستر ريلي فحل عراقي ونثيه كنار بيضه ثلاث مرات، مرتين ما شاد البيض والثالثه فرخت اثنين، يقولون هذني ما يعيشن ولا ينجحن. صحيح بالفعل اكو عمليات تهجين ما تنجح ومستحيل تنجح. ليش؟ لان تصير انت بين صنفين مو نوعين، بين صنفين. احنا الاصناف نقصد بيها الصنف موضوع، يعني الاصناف اختلافيات، يعني شلون هسه مثلا احنا البلابل بصوره عامه يسموهن النقريات، خوش البلبل مالتنا، البلبل الهملايا، الماليزي، الكشميري، السوري، جميع انواع البلابل يسموهن النقريات. هذني يجوز التهجين بيناتهم ماكو اي مشكله. ذوات المنقار المعكوف، جماعه تطير الحب، الغنادير، الكوكتيلات، هذول صنف ثاني ما يصير تهجنهم على البلبل. جماعه الكناري، جماعه الكناري يسموهم الطيور المغرده. جماعه الكناري من هم؟ الحساسين، الفنشات، اللي هم الكناريات، العندليب، هذول كلهم صنف ما يصير تهجنهم على البلبل لان اختلاف بعيد جدا، فما ينجح نهائيا بيناتهم التهجين. هذا الفحل الكشميري، اكو شباب يقولون الكشميري ما يغرد، اسمع شلون يغرد، اسمع
هذا هنا التهجين مالتنا صار نوع شكلين، اختلاف بالاشكال واختلاف بالاصوات. النثيه العراقيه اللي وياها نثيه من دلاويه الصوت نقي جدا، والفحلسه مالتها صوت خشن. تشوفون هذا تغريد الفايتر كله هيك صوته يصير خشن زين. فبدنا ننتظر ايش راح يطلع الناتج ان شاء الله، تاملونا خير. شوف هاي النثيه اللي جابها هنا له. ولو انا شاك بيها وابقى شاك بيها انه اقول خاف مو نثيه تطلع هاي بهذا هذا القفص. هاي النثيه الكشميريه الفايتر قاعده تجاوبها نفس اللغات تعيد اللي هي طالع. عموما نكمل التعليقات. عندنا بلبل عمر 3 اشهر اشو يغرد بعد، ليش النوب نحط له مي يشرب المي يخترق من عنده؟ خلوا له المي باكثر من مكان، يعني طاسه وخلوا له مشربه هالمكانين، شوفوا لنا راح يختار هو. بعدها اتركوا له واحد من عندهم، يعني خلي هو يتعلم براحته. شيء طبيعي بالبدايه يخاف من المي وما يشربه. حسين سالم يقول عندي بلبل ريشه حيل تعبان ومكسر، وكل ما تطلع ريشه فتره وتوقع وما يقدر يطير، ومع العلم الاصغر منه ريشه قوي ويطير. شنو الحل؟ هاي المشكله، هاي عندنا بها سببين. يعني اذا مخاليفه انت تقصد عليها وخالن سوى، هذا السبب الاول. احنا حذرناكم من هذا الموضوع، المخاليف لازم تنعزل كل واحد القفص. ليش؟ لانه واحد يسيطر على الثاني، واحد راح يندقر وواحد يصعد المستوى مالته. اللي يندقر الريش مالته يتعب، ما يبدل ريش، يضعف العضلات مالته تضعف، تغريده يقل، يصير ناعم، وذاك يصعد بالنمو مالته. والشغله اللخ اذا كبار، اذا كبار معناتها نقص فيتامين، تقدر توفر له فيتامينات من البيطره وكالسيوم حتى يبدل الريش مالته يجدده ويرجع لنشاطه. التعليق الاخر يقول صيد البلبل الوحشي ورا وقت يزوج، يعني صيد جديد. الصيد الجديد بصوره عامه، يعني هسه اللي راح ينصاد انه موسم شهر العاشر، وموسم الصيد العاشر 11 ال 12 هذن كلهم ما يزوجن بهاي السنه، يزوجن على الموسم القادم، يعني على الشهر الثاني على الشهر الثالث الموسم الجديد. عندي زوج بلابل اقدر اخليهم في قفص كبير مع الماء والاكل، وانا اسافر كله 15 يوم اقدر اخليهم واحد ملاحظه يبقى بالقفص 15 يوم ما حد يهن، هل يجوز او لا؟ ماكو مشكله، انا تركتهم تقريبا ما يقارب الشهر، لكن تركتهم بالصيف، العفو بالشتاء مو بالصيف. بالشتاء الامور افضل، يعني المي ما يحتاجوه هواي، يحتاجون الاكل. انت هنا احنا عندنا صيف، الصيف شويه بخطوره، الخطوره مالته مو بالاكل، الاكل طبيعي، الاكل اللي مالتهم اصلا بالصيف يقل، لكن يحتاجن كميات كبيره من المي. حاول ان توفر المي باكثر من مكان، ومكانات يعني تكون مثلا طاسه عاليه شويه، مشارب متنوعه حتى الطيور لا تعطش. اهم شيء المي، حاول ان توفر اكثر كميات ممكنه من المي، بس مكانات انه المي مالتك يكون فد بطاسه ما تنقلب او ما تيبس، يعني هيجي شيء، بس فكر بهذا الموضوع. اما بالنسبه للمده فما ياثر، اهم شيء تحسب حساب المي. محمد ابو رسول يقول شلون نقدم القبي للامهات من عندهم افراغ جاي يحط القبي ويابس، شنو الحل؟ اذا ما تقدر توفر الطري، لان الطري طبعا نعرف احنا العفو الحي شويه غالي، اذا ما توفر الحي راح توفر القبي الطري. القبي الطري بمشكله انه خلال ساعه يابس من تقدمه، فش تسوي انت؟ تشيس تسويه اربع اجزاء باليوم، تشيس الواحد اربع اجزاء، تخلي من عنده وترجع تقفل الحلق مالته، تشق الحلق انه فتحه صغيرونه كلش حتى لا يدخل هواء هوايه، يعني تاخذ لها ركن وتسدها بقراص، انا مسوي لكم هذا الفيديو به زين، وتخلي لهن الهن وترجعها بالثلاجه الافضل، يعني تشيس خلال يوم واحد اربع اجزاء تقدمه لهم. التعليق الاخر يقول عندي زوج متوالفات كلش وماكو بيض ويزاوفه نفس الشيء، زواف نثيه اكو نثايه يتخاون مثل نثيه وفحل وميزه فحل ووحده تزوج اللخ. صح اكو هيك حاله خصوصا بالنثايه، الفحل ما تصير عندنا هاي الحاله، لان الفحل يتنافرن يتعاركن يصير مشاكل بينه، بس النثايه اذا نثيتين يتخاون ووحده تاخذ دور الفحل، يعني تقوم تنسل للخ تنام بصفها، يعني حتى مزاوف قوي يصير بيناتهن. فانت ركز لي بس بهذا الموضوع، حاول تعزلهن ثلاثة ايام فقط بس بدون ما يشاوفن، بعدها رجعهن
سوى وراقب من بعيد. اذا تم التلقيح بيناتين يعني نثيو فحل، اذا ماكو تلقيح بس مزاوف بذني معناتها ثيناتين نثايح. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة. عندك سؤال تركه بالتعليقات، وباكر ان شاء الله يتم الجواب عليه. تحياتنا.